السلام عليكم عشاق ومتابعي قناة علي فلوغ، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة والأمور ديالكم مزيانة. حلقة اليوم حلقة اللي زوينة، حلقة اللي غادي نشرحوا فيها بزاف ديال أنواع ديال الدعم. وملي كنتكلموا على الدعم كنتكلموا على شي حاجة عندها علاقة بالفلوس، عندها علاقة بشي حاجة غادي تولي وتشدوها كل شهر إن شاء الله. خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، هاد الحلقه غادي نوضحوا فيها بزاف ديال الرسائل. علاش كنمشيو نتفرجوا في التفاهه وكنشجعوا القنوات اللي ما كنستافدوا معاها حتى شي ريال؟ قول لي دابا شي قناه كتدخل ليها كتفرج وكتربح ماديا، كتولي تشد الفلوس، ما كاينش، قليل. والحمد لله المملكة المغربية فيها بزاف ديال انواع ديال الدعم. علاش هاد الفيديوهات ديال الدعم ما كيكونوش فيهم المشاهدات اللي كبيرة؟ وعلاش كندخلوا عند النساء في اليوتيوب بلا ما نذكر الاسماء ديالهم كيعيروا في عباد الله وكيدعوا في عباد الله وكنلقاو نسبة المشاهدة اللي طالعة بشكل كبير؟ يعني المشكلة ماشي فيها هي، المشكل فينا حنايا اللي كندخلوا نتفرجوا فيها وكنطلعوا ليها هذاك المحتوى اللي ماشي حتى محتوى. وحنا كاينين بزاف ديال انواع ديال الدعم اللي بالمملكة المغربية ما فراسهمش انه كاين بزاف ديال انواع ديال الدعم، ومن حقهم انهم يستافدوا من هذا الدعم. صراحة خاصنا نشجعوا القنوات اللي كتساعدنا، خاصنا نشجعوا الناس اللي كيعاونونا. تصور انه كاين القفاف ديال رمضان، الانسان ما كانش عارف كيفاش يستافد من هاد القفه، وهي ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكاين بزاف ديال انواع ديال الدعم، كاين دعم المطلقات ودعم الارامل ودعم تيسير، وكاينين شي حوايج اللي جايين في الايام المقبله اللي زوينه بحال ديال التقاعد والاسر اللي غادي يوليو يستافدوا على وليداتهم. هاد الشي كامل علاش ما كنشجعوش هاد الفيديوهات؟ علاش ما كنعاونوهمش؟ ما غادي نخسروا حتى شي حاجه، غادي نديروا اللايك. اللي عندك شي تساؤل خليه لينا، راه غادي نجاوبوا عليه كيف ما خليتوا لينا التساؤلات ديالكم في الحلقات السابقه، غادي نجاوبوا عليها اليوم ان شاء الله. وبالنسبه اللي عنده شي اسره او الصديق ديالو يبارطاجي هاد الفيديو، راه غادي يعاونوا. راه كاينين النساء اللي مطلقات وعندهم الوليدات وما عندهم حتى شي دخل، راه الا وريتي لهم كيفاش يستافدوا ولا صيفطي لهم غير هاد الفيديو، انا غادي نشرح لهم ونجيب لهم الوثائق وكل شيء، غادي نشرحه لهم بطريقه سهله وبسيطه. يعني اليوم غادي نجاوبوا على جميع الاسئله ديال الحلقات السابقه اللي عندها علاقه بالدعم، وغادي نشرحو تاني الدعم وغادي نوضحو كلشي. ولكن رسالتي اليوم لخوتي المغاربة وخواتاتي المغربيات، انا اللي كنعرف ان جمهور قناة علي فلوغ جمهور اللي متقف والناس اللي مزيانين، ولكن راه كاينين بعض الناس كيمشيو يتفرجوا في التفاهة. تصور ان الانسان غادي يدخل يبقى يتفرج في واحد السيدة، ما غادي تقول ليه حتى شي حاجه، غادي يدوز واحد ساعه ولا ساعتين ما غادي يصور حتى شي حاجه. وكاينين قنوات اللي تقدر تستافد من الدعم، وعلاش حنا ما نعاونوهمش؟ خاصنا نعاونوهم. ماشي تنقول لك عاوني انا، عاون بزاف ديال الناس اللي كيعاونوا عباد الله. كاع اللي كيشرح تقريبا الدعم ولا اللي كيجيب ليك شي حاجه غادي تستافد منها عاونوا. ولا غادي ندخل عند شي انسان غادي يشرح ليا دروس غادي نستافد منه، وتبارك الله راه كاينين الاساتذه كيشرحوا دروس في اليوتيوب فابور. يعني هاد الوليدات يقدروا يتفرجوا غير في اليوتيوب ويستافدوا ويجيب الله التيسير. لهذا رسالتي لخوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات، ان الويب او القنوات في اليوتيوب خاصنا نعرفوا فاش غادي نتفرجوا. راه كاينين القنوات اللي غادي تغير حياتك وتزيد بك لقدام، وكاينين القنوات اللي غادي تخليك تعيش الفشل والألم والبلاد الكحلة. ولكن الحمد لله القادم أحلى من المملكة المغربية،
وكاينين بزاف ديال الاشياء اللي زوينه جايه في الايام المقبله، بحال التغطيه الاجتماعيه، راه فيها العديد من النقاط. دابا غادي نبداو نشرحو بالتدقيق باش كلشي يفهم. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي عندي 60 عام، واش غادي نقدر نستفد بالتقاعد؟ التقاعد الاخوان قلنا 65 سنه، اللي عنده شي اب او الام ديالو راه 2022 غادي يولي تصرف ليهم واحد التقاعد. بشحال غادي يبدا هذا التقاعد؟ ب 8000 ريال، يعني 400 درهم. ولكن راه ما غاديش تبقى فيكس، هذيك 400 درهم غادي تبقى غادية تزاد حتى توصل 1000 درهم. بعض الاشخاص غادي يقولوا 400 درهم ما دايره والو، اللهم هاد البركة ولا والو. باش نكونوا واضحين، عرفتي علاش؟ لانه غادي تولي التغطية الصحية الشاملة. وكيفاش هاد التغطية الصحية الشاملة؟ يعني هاد الانسان اللي كيشد 400 درهم غادي يستافد منها، وغادي تولي بحال الضمان الاجتماعي، غادي يولي حتى هو يدوز فابور ويشري الدواء ويدفع الوراق ديالو ويرجعوا ليه الفلوس. يعني الامور غادي تبقى تحسن تدريجيا ان شاء الله. يعني التغطيه الصحيه الشامله راه غادي يستافدوا منها جميع المغاربه، ولكن التقاعد غادي يستافدوا منه غير الناس اللي فوق من 65 سنه. يعني هاد النقطه وضحناها. وبالنسبه للناس اللي قالوا لي بان عندنا الوليدات ورا سمعنا انه غادي تستافدوا عليهم، نعم غادي تولوا وتستافدوا على وليداتكم، ولكن البلاغ شحال؟ البلاغ هو 6000 ريال، يعني 300 درهم، ولكن راه الحد في 3. يعني الا كانوا عندك 4 ديال الوليدات غادي تستافد غير على 3. وبالاضافه الى ان هذه التغطيه الصحيه الشامله غادي تستافدوا منها حتى انت. يعني التغطية الصحية راه غادي يستافدو منها بزاف ديال الأسر بالمملكة المغربية، لأن الصحة غادي تطور بشكل جيد. زائد أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة قال بأن الناس اللي كانوا في القطاع ديال الصحة غادي يوليو يجيهم واحد لي بريم، وغادي تحسن عندهم الوضعية إن شاء الله، وغادي يحطوا واحد الميزانية كبيرة في هذا المجال ديال الصحة. يعني الأمور غادي تحسن بشكل جيد إن شاء الله. هاد الشراء بالارقام ماشي غير هضره. وبالنسبه للنساء المطلقات الارامل اللي ميتين لهم رجالتهم، تيقولوا لي انا عندي 50 عام وما ولداش. شوف باش نكونوا واضحين، راه المطلقات الارامل علاش كيستافدوا؟ راه كيستافدوا على دوك الوليدات اللي عندهم. يعني مثلا انسانة مطلقة وعندها جوج الوليدات، راه كيستافدوا على هذوك الوليدات. وغادي نخلي لكم الوثائق. مثلا المرأة ميت ليها راجلها ومخلي ليها جوج الوليدات او 3، لان هاد الدعم ديال المطلقات والارامل حتى هو عنده الحد في 3، يعني كيستافدو على الاول والثاني والثالث، يعني الرابع ما كيستافدوش عليه. وشحال كيشدو في هاد المبالغ؟ نقول لك اللي كاين واللي قانوني، 7000 ريال للولد، يعني الحد في 21000 ريال، يعني 3 ديال الدراري. يعني النساء اللي كيكتبوا لي انا ما ولداش، راه ما غاديش تستافدي. المهم كل شيء واضح، يعني كتستافدي على هذوك الوليدات اللي ولدها. يعني عندك واحد غادي تستافدي عليه، عندك جوج غادي تستافدي عليه، عندك 3 غادي تستافدي عليه، ولكن الحد في 3. الا ما كنتيش والده راه ما غاديش تستافدي. بالنسبه للناس اللي في التعليم كذلك، الاساتذه غادي تزادهم في الصالير، هذا الشيء اكدوا رئيس الحكومه عزيز اخرج. يعني في الايام المقبله غادي يكونوا بزاف ديال الاشياء اللي جد رائعه. وبالنسبه للتغطيه الصحيه الشامله، راه واحد المشروع اللي جد رائع، غادي يدير عليه حتى هو حلقات، وغادي يوضح فيه بزاف ديال النقاط. يعني التغطيه الاجتماعيه راه فيها بزاف ديال النقاط اللي زوينه، وفيه بزاف ديال الاشياء اللي جد رائعه اللي غادي يستافدوا منها خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات، وكذلك الناس اللي في القطاع الغير مهيكل، يعني الناس اللي كيخدموا نهار بنهار. يعني غادي يكونوا بزاف ديال الاشياء اللي زوينه، غادي تولي وتستافدوا على الوليدات والتغطيه الصحيه الشامله والتقاعد والتعويض على العمل، يعني بزاف ديال الاشياء. يعني تقريبا غادي يولي بحال الضمان الاجتماعي، بحال الطريقه ديال الضمان الاجتماعي. يعني الحمد لله كما كنقول لكم دائما،
القادم احلى من المملكه المغربيه. دابا غادي نخلي لكم الوثائق ديال النساء المطلقات والارامل باش يجمعوا الوثائق ويستفدوا على الوليدات ديالهم. كنتمنى انني ما طولتش عليكم ووصلت لكم المساج بطريقه سهله وبسيطه، واللي عنده شي سؤال يخليه ليا في التعاليق انا غادي نجاوب عليه. وبالنسبه للناس المعاقين كيقولوا لي واش كاين شي جديد، الحمد لله راه الجمعيات اللي عندهم العلاقه بالمعاقين راه غادي يخرج لهم واحد الدعم اللي مزيان انهم باش يوليو عندهم حتى هما انشطه والاشياء اللي جد رائعه. حتى هما غادي نخصص لهم حلقات وغادي نبحث في الموضوع بشكل جيد ان شاء الله. كان وعدكم انه غادي نقلب ونبحث باش نجيب معلومات ان شاء الله، ما غادي يكون غير الخير في الايام المقبله. كان معكم علي صاحب قناه علي فلوق، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واسمح لي شويه راني مريض، شفى الله الجميع.